السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكل مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم بيت دعاء. ناس كتير متعوده تطلع زكاه مالها في العشر الاواخر من رمضان. اسئله كتير جات لنا الفتره اللي فاتت عن زكاه المال، علشان كده قررنا ان احنا نعمل حلقه مخصوصه عن زكاه المال، وهنبقى ان شاء الله نعمل حلقه تانية عن زكاه الفطر. انا برحب بضيفنا الشيخ احمد المالكي من علماء الازهر الشريف. اهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يكرمك ويحفظك ويسترك. امين يا رب. يا رب. وطبعا مشاهدينا احنا مستنيين اسئلتكم وتليفوناتكم، والشيخ احمد على الهواء هيرد عليكم. شيخ احمد، احنا بنتكلم طبعا عن الزكاه، وفعلا في ناس بتستنى ان السنه تمر، يبقى من رمضان لرمضان وتبدا تطلع زكاه المال. بنتكلم في زكاه المال دلوقتي العاديه. تمام. الحمد لله وكفى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى واله المستكملين الشرف. اما بعد، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. لا شك أن الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، وذكر منها إيتاء الزكاة. والزكاة يعني إما زكاة أموال، إما زكاة اللي هي النقدين الذهب والفضة، إما زكاة الزروع والثمار، إما زكاة في الماشية وما إلى ذلك، والإبل والبقر، وإما زكاة عروض اسمها عروض تجارة، وإما زكاة فطر. لكن خلينا نتكلم على الحاجة اللي الناس كلها شغلاها في الأيام دي كلها، اللي هو يقولك أنا معايا فلوس أطلع إزاي. هي الناس كلها شغلاها بكده. وعندي حاجة تانية اسمها اللي هي زكاة الزروع والثمار، ودي تهم الناس الفلاحين، وبتقدر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. خمسة أوسق الوسق ده بيقدر بحوالي 60 صاع، يعني 5 × 60 ب300 صاع، يعني تقريبا بنتكلم، يعني لو احنا قلنا الصاع 2 كيلو شوية، فنضرب بقى 2 كيلو قد ايه وشوية دول في 300، يعني بيطلع قد ايه، فهتلاقيه تقريبا 600 كيلو أو حاجة. ونبدأ نطلع بقى في مساقة السماء، نطلع العشر فيما بالسقية بالآلة وما إلى ذلك، نصف العشر إلى آخر الكلام في زكاة الزروع. وهذه تحتاج إلى يعني إفراد لها حلقة كاملة يعني. لكن إحنا عندنا دلوقتي قضية زكاة المال، ولازم نعرف الأول إن المقصد من مقصد الإسلام في قضية الزكاة اللي هو تطهير النفس، ده أول حاجة، وتطهير المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، كما قال الله عز وجل. فتطهرهم إيه؟ تطهرهم من الذنوب، كما يقول النووي عليه رحمة الله، تطهرهم من الشح. لان الانسان الشحيح ده اللي هو مش متعود ان هو يطلع، اللي هو الممسك المال، فلما الله عز وجل يفرض عليه فرضا ان هو يخرج الزكاه، يبدا كل سنه كده هو ما يبلغ النصاب يعني، وحال عليه الحول، فيبدا يبقى النفس هنا تبدا تتعود على اعطاء الايه، على اعطاء المال، فيبدا يعالج نفسه من هذه، من قضيه الشح. فالزكاه هي انما هي سبحان الله طهاره ونماء للمال. اللي بيحبس بقى المال وبيحبس الزكاه ويقول لا انا مش هطلع الزكاة، فالله عز وجل لا يبارك له في المال أبدا. ده غير العقاب الذي ينتظره من الله سبحانه تبارك وتعالى. وهنا يجب على الحاكم إن هو يجبره إن هو يخرج الإيه، يخرج الزكاة. طيب الإنسان دلوقتي الحاكم عندنا بيقول يا جماعة، ويقول يا جماعة طلعوا الزكوات و إلى آخره، هو سايب كل واحد بقى في حاله إن هو يطلع، وأنا مش هطلع الزكاة أعمل إيه؟ فده إثم وعقابه. طب ينفع بعض البشر يجبروه؟ لا طبعا، ما دام لا يحق إن حد يجبر حد أبدا إلا الدولة، ده الحاكم هو اللي له الحق إن هو يجبر الإنسان. أما إحنا كأفراد إحنا ما علينا إلا اللي إحنا نعظ الناس، نذكر الناس وفقط، يعني إحنا مش بيبقى أوصياء على الناس طبعا. دي أبدا خالص، إنما بلغ. فإحنا عندنا قضية البلاغ فقط لا غير، إن أنت إلا نذير بس وخلاص، كل واحد حر بقى. وفي الآخر الله هو الذي يتولى طبعا. يعني ربك الكريم هو الذي يحكم على الناس. لأن بعض الناس للأسف الشديد يا أستاذة دعاء فهم القضية دي غلط، إن أنا إنسان ما بيطبقش مثلا حاجة مثلا الشرع في مسألة من المسائل، فأنا واجب علي إن أنا أروح أطبق عليه. لا طبعا، ده لا يجوز شرعا، لا بص لا يجوز شرعا، وهذا قولا واحدا طبعا. كلام ده عندي دولة، عندي قانون، عندي نظام يحكم المسألة دي كلها، فالإجراءات القانونية الطبيعية. وبعدين أمره لمين بقى؟ إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. طب وأنا دوري إيه؟ بلاغ، تبلغ بس، بعلم وتبلغ. طيب نبلغ بقى ونقول الزكاة،
ما انا عندي دلوقتي قضيه الزكاه. الزكاه شرط ان هو تكون بلغ النصاب. تمام. طيب نصاب يعني ايه يا جماعه؟ خمسه. النبي عليه الصلاه والسلام قال في كل 20 مثقال نصف مثقال. طب يعني ايه مثقال؟ قالوا المثقال ده اللي هو الدينار، والدينار قد ايه؟ 4 جرامات وربع من الذهب الخالص. يبقى انا لما اضرب 4 وربع في 20 يديني كام؟ 85 جرام من الذهب الخالص. تمام. اللي عنده فلوس متحوشه صح كده؟ وعد على الفلوس دي سنه والفلوس دي بلغت النصاب اللي هو ما يساوي 85 جرام ذهب. كمان بس انا عندي حاجه مهمه، انا عندي دلوقتي 85 جرام تمام؟ انا معايا دلوقتي 85 جرام من الذهب الان تقريبا انا ما اعرفش الذهب بكام، بس تقريبا نقول 55000 جنيه مثلا. بلغ معايا ال 55000، يبقى دول نصاب ولا مش نصاب؟ نصاب، يعني محوش فوق ال 55000. بلغوا النصاب النهارده 1 رمضان تمام؟ يعد عليهم سنه هجريه. ايوه. يعد عليهم سنه ايه؟ هجريه. يبقى الشرط بلوغ النصاب الاول. يعني يكونوا معايا من رمضان اللي فات متحوشين. يبقى انا اهو ادي بلغ النصاب اهو دلوقتي. فات وبعدين وبعدين يمر عليهم كام؟ سنه، اللي هي سنه ايه؟ هجريه. ايوه. اجي في رمضان بقى اللي بعديه، 1 رمضان، اشوف المال اللي عندي ده نقص عن 85 جرام ولا زي ما هو ولا زياده؟ نقص يبقى مفيش زكاه. ماشي. طيب زي ما هو او زياده يبقى عليه 2.5%. يعني ايه 2.5%؟ يعني الألف 25 جنيه. يعني المئة ألف 2.5. يعني المليون 25000 جنيه. دول لمين؟ أطلعهم للفقراء اللي هو بقى إيه التمن أصناف. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. يبقى أنا أطلع الزكاة لمين؟ للتمن أصناف دول. لأن بعض الناس فاهم إن الزكاة بتطلع للفقير والمسكين بس. ايوه بس في واحده ممكن ست تكون غارمه عليها ديون، او راجل عليه ديون ومش قادر، لا اديله. طب انا عندي في سبيل الله، طب عندي ابن السبيل، طب عندي، وهكذا. واخده بال حضرتك؟ طب سهم المؤلفه قلوبهم ها موجود مش موجود؟ ده بعيد، مش هنتكلم في المسائل دي خالص على الاطلاق. يبقى ده مهم جدا. واحد بتقول انا عاوز اجوز بنتي، ينفع اطلع؟ طبعا، لان ده بيدخل تحت حد ما يسمى الكفايه. فانا اجوزها. حد مريض انفق عليه ينفع، بس انا عندي شرط بقى. لما اجي اعطي ما اتصرفش انا للفقير. بمعنى ايه؟ ان الشرط يا جماعه الملك والتصرف. ولذلك القران قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم. الاربع اصناف دول، الالف واللام دول، بيسم اللام دي اسمها لام التمليك. يعني الفلوس انا الفقير اتملكها وبعدين اتصرف فيها. يعني ان الاحسن نطلعها فلوس. طلعي فلوس. اطلعها فلوس وهو حر بقى يشوف اللي محتاجه ايه، مش انا اللي ايه افرض كمان. انا عندي الشرطين اهو، بلوغ النصاب وحولان الايه؟ وحولان الحول. بس بالسنه الهجريه ولا الميلاديه؟ الهجريه. بالسنه. ليه بقى؟ لان بتفرق من السنه الميلاديه. الهجريه كام؟ 11 يوم. تمام. احنا معنا طبعا تليفونات، ناخد ماشي. تليفونات ونرجع نكمل كلامنا عن الزكاة. استاذ محمد اهلا وسهلا. معنا تليفون؟ الو. طيب معانا زينب. اهلا يا زينب. الو. ايوه حبيبتي اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا حبيبتي. كل سنه طيبين. وانت طيبه اتفضلي. السلام يا رب. معلش ممكن اسال الشيخ بس على سؤال؟ اتفضلي يا فندم. دلوقتي حضرتك بتقول على بر الوالدين وصله الرحم صح؟ ايوه. ايه سؤالك يا حبيبتي؟ فدلوقتي احنا بنروح نزور يعني والدنا ووالدتنا وكده في البيت، بس يعني لما بنروح بابانا بيقول انتوا بتيجوا ليه ما تجوش، وبيعمل معانا مشاكل. طب انتوا مزعلينه في حاجه؟ لا ولا اي حاجه خالص. ليه بيقول لكم كده؟ ما اعرفش، هو كل ما نروح يقول لنا انتوا بتيجوا ليه. طب هسالك سؤال، الولد عنده كام سنه؟ عنده 65. 65. هل انت الاولاد ممكن مثلا بيكون في وش مثلا، واحيانا الناس الكبيره بتبقى ما بتستحملش صوت الاطفال الصغار؟ في اولاد طبعا. تمام. انت حضرتك ساكنه بعيد عنه ولا جنبيه؟ لا بعيد. وممكن يكون بسبب صوت الاطفال، وممكن يكون بسبب اللي انتوا بعاد. فانتوا ليه جايين مكلفين نفسيكم وتعبين نفسيكم ليه؟ ممكن يكون من الباب ده، فاهمه؟
فما تحملهاش بس المحمل الثاني اللي هو محمل الظن السوء، لا خلينا نحملها الى المحمل الحسن. وبعدين يا بابا هو كان كده ولا هو بعد لما كبر؟ لا هو كده على طول، يعني طول عمره كان بيعاملكم بطريقه كده مثلا مختلفه. اه بيقول محدش يجي، بتيجوا تعملوا ايه؟ كل واحده تقعد في بيتها. طيب انا هجاوبك. بصي، هو في ناس كده، في ناس لا شك في ناس كده، بس احنا دورنا ايه بقى؟ احنا ما نزعلش. يعني النفس البشريه تزعل، ما انا غصب عني هزعل، يعني هعمل ايه؟ ما بابا بيقول لي ما تجيش، طب اعمل ايه؟ لا يا بابا احنا بنيجي عشانك، واحنا ملناش بركه الا انت. لا وانا مش عاوزكم، واحنا عاوزينك طبعا، يعني سبحان الله هتطردنا احنا قاعدين، مش هن، وهكذا بالطريقه دي. ازاي اخرج الحنيه من قلب الوالد؟ لان في ناس كده، يعني في ناس بالطريقه دي، فهم دورهم ان هم ازاي يستخرجوا الحنيه، موجوده بس مستوره شويه. فاحنا محتاجين ان احنا نشيل الغطا ده ونبدا بالرفق وبالحنان، ونقبل ايده ونجيب له هديه واحنا داخلين، يبدا يفرح واحنا داخلين عليه. هدى اهلا بيكي. الشيخ بيتكلم معاك. هدى انا تجد هدى عايزك. السلام عليكم. الو عبد الحسين. اتفضل اتفضل. كل سنه وانتم طيبين. وانت بصحة وسلامة يا فندم. عايز سؤال بس طبعا على موضوع الزكي، الزكاة الواحد عليه كام زكاة مثلا؟ زكاة الفطر؟ اه 15 جنيه أقل حاجة. 15. نعم. طيب معلش السؤال الثاني. اتفضل يا حاج. يعني أنا افرض إن معي بنت ولدي يعني متجوزي وحالتها يعني شوية تعبانة، ينفع فيها نديها من ضمن الزكي؟ بنتك؟ بنت ولدي. حفيدتك. بنت ولدي. حفيدتك. يعني هي كبيرة يعني صح؟ متجوزي. متجوزة. تديها مفيش مشكلة. ينفع نديه؟ اديها من الزكاة. نديها من الزكاة. طيب وليك اجرين ان شاء الله، اجر الزكاة واجر الصلة ان شاء الله. بها يعني يجوز نديه. يجوز ان شاء الله. طيب يا سيدي بارك الله فيك. وفيكم ربنا يبارك فيك، وفيكم بارك. احب الناس الطيبين قوي. احنا طبعا هنعمل حلقه كامله عن زكاه الفطر علشان الناس. انا بس عايز اقول للناس الكبار دول اللي عايز ابشر بشره، بس لما نسمع صوت حد كبير في السن او حاجه دايما اللي احنا نطلب منه ان هو يدعي لنا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول مهلا عن الله مهلا، لولا شيوخ الركع واطفال الرضع وبهائم الرتع لصب الله العذاب وصب. فاحنا قاعدين ببركه الناس دي، وربنا كرمنا ببركه الناس الجميله دي، ربنا يحفظهم يا رب يا رب. طيب نرجع، كنت لسه اسالك على الزكاه بس بيقولوا ان احنا لازم نطلع فاصل. يلا ماشي، هنطلع فاصل ونرجع مشاهدينا نكمل حلقتنا، خليكم معانا. معاكم مره ثانيه مشاهدينا على الهواء مباشره، ومكملين حلقتنا النهارده بالدعاء وبنتكلم عن الزكاه. شيخ احمد، مين اللي يجوز ان انا ادي له الزكاه بتاعتي؟ الزكاه الثمان اصناف، ثمان اصناف اللي ربنا ذكرهم في سوره التوبه، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. مع شويه تفصيلات كده في قضيه المؤلفه قلوبهم ومن هو في سبيل الله وما الى ذلك. لكن خلينا في الفقراء والمساكين، لان في سبيل الله بيدخل منها شق الترع والانهار وما الى ذلك، وزي بناء المستشفيات ممكن اطلع زكوات هذا المفتى بيه على فكره، ينفع ان انا اطلع حاجه زي كده. المساجد فيها خلاف يعني، بس عشان نبقى فاهمين المساله، لكن الفقير والمسكين ده اهم حاجه. الفقير ده مين بقى يا استاذه دعاء؟ الناس ممكن تستغرب من الكلام ده، الذي لا يملك نصاب مال، معهوش نصاب المال، اللي ما عندوش ان هو يطلع زكاه، اللي هو مع، ايوه اللي ما عندوش ان هو يطلع زكاه مال، ده اسمه فقير. احنا كلنا فقراء. كلنا كلنا كده هناخد الزكاه. طيب احنا معانا خلود، اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. كنت عندي سؤال بس للشيخ. معاكي. اتفضلي يا فندم. انا متجوزه بقالي 6 سنين. كم؟ بقالي 6 سنين متجوزه. ربنا يبارك. وقاعده مع بيت فيه حماية تحتيه وحماتي،
وحصل مشاكل في اول سنتين، مشاكل جامده جدا وكانت توصل للطلاق، وحصل خصام ان انا قعدت لوحدي فوق بس مفيش علاقه بينا يعني خالص. ايوه سؤالك ايه يا حبيبتي؟ فدلوقتي انا حاولت ان انا اصالحهم فهم ما رضيوش. بعد 6 سنين من المشاكل؟ لا، قعدنا اول سنتين في مشاكل فتعزلت، بعد كده قعدت لوحدي في الشقه. ايوه، من ساعتها ما كلمتهمش ولا صالحتيهم؟ حاولت ان اقول السلام عليكم وازيكم مش عارف ايه، فهم رفضوا، قالوا جوزي لا ما تقولناش حاجه. تمام. بص، فدلوقتي انا جوزي قال لي السلام عليكم حتى ما تقولهاش عشان هما بيتضايقوا. بص، انا حاولت ان انا انزل واصالحهم تاني هما رفضوا، فهل كده في وزر عليا ولا مش عارفه؟ حاضر. انا مش حابه انزل يعني كده، انا مرتاحه. انا فاهم. بس انا عشان الحرام والحلال. هو اي حد بيتجوز في بيت عيله فبقى لازم في صدمه اول سنتين، اول 3 سنين بيبقى في صدمات كده يعني كهربائيه لغايه لما الانسان يتعود عليها. فانت خدت الصدمه الحمد لله 2 3 سنين، بعد كده حاولي بقدر الامكان. يعني جوزك يقول لك ما تقولهمش السلام عليكم، قولي له حاضر يعني اسمعي كلام زوجك، وانت نازله السوق قولي السلام عليكم، ردوا ما ردوش بس اعملي اللي عليكي لغايه لما ربنا يهدي النفوس ان شاء الله. طيب يعني انا دلوقتي ان انا ما بنزلش تحت او ما اكون حد مثلا تعبان وهو يقول لي لا ما تنزليش، هيبقى في ذنب عليا ولا لا؟ حاولي مع جوزك قولي له في الاخر باباك ده بابايا ومامتك دي بابا، هو اللي بيقول له لا، بابا هو اللي بيقول له يعني لا. يعني خلاص لو هو قفل خالص اسمعي كلام زوجك. يعني هي كزوجة ما عليهاش ذنب، لكن ما عليكيش ذنب طبعا، انت ما عليكيش ذنب، لكن جوزها هو لكن اللي لازم يصل الرحم. تحاول هي برضو لازم تهدي النفوس يعني. ربنا يهدي الاحوال والبيوت كلها يا رب. ابو عبد الله اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذه؟ اهلا. كل سنه وانت طيب يا بنت. حضرتك طيب ربنا يكرمك. والله لو سمحت بعد اذنك اتكلم فضيله الشيخ. اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا ابني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول عليك بخير يا ابني. ربنا يبارك فيك. معلش بعرض عليك موضوع لابني، الله يبارك لك. اتفضل. ابني دخل مستشفى عشان يعمل عمليه فتاء، ففوجئنا وكله من عند ربنا انه عنده المرض الخبيث. ربنا يشفيه. ربنا يشفيه. بعد كده حبيبي عافاكم الله جميعا والمشاهدين، دخلنا في موال في القصر العيني وعمل عمليه استرصاد الورم. وهو ماشي في العلاج باستمرار، الكلام ده من شهر 12 السنة اللي فاتت، وتبعات هذا المرض وآلامه وعلاجه اضطر ان ابني اقعده هذا المرض عن العمل، وكان بيشتغل في اعمال حرة بينقل بضاعة من المصانع للسوبر ماركت والحاجات دي في المدن الجديدة. مش هطول عليك. عموما حاليا هو ليس له دخل ولا مالي بيخش بيته عشان ما بيشتغلش، وقاعد بسبب تبعات هذا المرض والامه والعلاج اللي بياخده كيماوي وحبوب، ودخلنا في مواويل يعلمها الله وادعي له بالشفاء. ربنا يشفيه. يا حبيبي مش هطول عليك برضو، هو دلوقتي ليس قادر على الصيام معايا. مع حضرتك يعني. وما فيش دخل عشان يطلع بديل نقدي، وهو متضايق طبعا من هذا الوضع، فبيقول يعني الحل ايه، اعمل ايه؟ ما فيش دخل منه عشان يطلع بدل نقدي. هو لسه مش متزوج صح؟ هو مش متزوج؟ لا متزوج وعنده بيت واسره ومأجر شقه. ايوه. وما تكاليف هذا الموضوع بقى، انتقال ومصاريف وعلاج، والحمد لله ربنا ما بينساش حد. ربنا يشفيه يا رب. فدلوقتي حل السؤال بقى الاولاني يعمل ايه عشان اخش لسيادتك بالسؤال التالي. اتفضل يا حاج. دلوقتي هيعمل ايه في الموضوع؟ طب حضرتك قول السؤالين والشيخ هيجاوب عليك. اول سؤال ان هو مش بيصوم وما عندهوش فلوس يطلعها. السؤال التاني؟ السؤال التاني هل بتقولي حضرتك ايه؟ السؤال التاني اتفضل يا حاج. السؤال التاني هل ينفع انا يا ابو، انا راجل على المعاش عندي 75 سنة، ربنا يديك الصحة، فدلوقتي هل ينفع ان انا اطلع له الزكاة اديها له؟ الزكاة عموما؟ ولا زكاة الفطر؟ فالسؤال التالت بقى هو بالنسبة لزكاته يطلع منين مع انه ما عندوش داخل؟ قصدك زكاة الفطر، بتتكلم على زكاة الفطر. ماشي تمام. دول 3 أسئلة الله يبارك لك. ماشي 3 أسئلة. هو أولا ربنا يشفيه ويعافيه، والناس المشاهدين يدعوا له بالشفاء العاجل يا رب العالمين.
قضية من لم يستطع الصيام وأقعده وما إلى ذلك، والمرض لا يرجى برؤه، لو كان لا يرجى برؤه فهو يخرج يطعم عن كل يوم مسكين. طب مسكين قد إيه؟ مسكين مقدار المد، إحنا بنقدره يا حاج تقريبا كيلو إلا ربع تقريبا دقيق، كيلو يعني أنا هقوله لك أهو، كيلو إلا ربع دقيق. إحنا قلنا حوالي 10 جنيه. لا أنا لا، ده هو ليه هيبقى ليه فتوى تانية. كيلو إلا ربع دقيق، فالدقيق شوف حضرتك تقريبا 8 جنيه ولا حاجه، حاجه زي كده يعني، فبتطلع 6 جنيه في اليوم. 6 جنيه في اليوم، لو 6 جنيه دي معهوش خالص، ال 6 جنيه الى ان يتيسر لها معهوش خالص، فعلى بعض راي الفقهاء سقط عنه. يعني انا بقول لحضرتك يبقى 6 جنيه في اليوم مفيش خالص، مش قادر خالص، معهوش حتى ال 6 جنيه اللي هو يطلعهم لغايه لما ربنا ييسر له الامر، مفيش، سقط ايه؟ سقط عنه. وسأل على زكاة الفطر لابنه برضه. الحاجة التانية، هو مش واجب عليه النفقة، يعني هو مش قاعد معاه، مش هو اللي بينفق عليه، مش واجب عليه لأنه تاني صاحب أسرة وبتاع وما إلى ذلك، يطلع له ويديله وما إلى ذلك. لكن هل حضرتك قصدك الأب لما يطلع زكاة الفطر بتاعته ممكن يديها لابنه؟ يديها له ما فيش مشكلة. وابنه بقى ده ما عليهوش زكاة فطر ولا يطلعها؟ لا، هنا بقى نقطة تانية، زكاة الفطر تجب على اللي معاه قوت اليوم والليلة. ليلة عيد الفطر مع اليوم، يعني أنا آكل بقد إيه؟ قوت اليوم الليلة بتاعتي مثلا 15 جنيه 20 جنيه. معايا المقدار ده يبقى يجب عليا لازم أطلع. أنا أطلع يعني زكاة الإيه؟ الفطر. ولذلك الفقير ياخد وبيعطي. أيوه. نعم. طيب. وإحنا هنتكلم عن زكاة الفطر إن شاء الله. هنعمل حلقة خاصة عن زكاة الفطر. ربنا يشفيه يا رب ويعافيه يا رب. ربنا يشفيه يا رب ويفرجها عليه. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مشاهدينا، خليكم معانا. وصلنا لفقرتنا اليومية، فقرة الخير بالتعاون مع الجمعية المصرية، واحدة من مبادراتها فاستبقوا الخيرات. النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا كريم وكان جواد وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. للأسف شهر الخير والكرم وجود بيخلص، فنحاول كده يكون لينا نصيب فيه من الكرم، ولو ربنا وفقك لصدقة أو عمل صالح أو عمل خير في بدايات الشهر أو الأيام اللي فاتت، فحاول تزود من الطاعة. محدش عارف، أي حد مننا ممكن يكون ده آخر رمضان في عمرنا، فنحاول إن احنا نزود في الطاعة على قد ما نقدر. وعلى فكرة ده كان حال الصالحين، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. برحب طبعا مرة تانية بضيفنا الشيخ أحمد المالكي، أهلا بك يا شيخ. ربنا يخليك يا رب. جميل أول المعاني اللي انت قلتيها دي، ما شاء الله عليك. وصلنا طبعا لفقرتنا واللي بنحب نتكلم فيها عن الصدقة وعن الزكاة وعن الجود وعن الكرم، وطبعا رمضان هو شهر الإنفاق. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أنا بس يعني قبل ما أبدأ معكم، بس أنا حابب الحاج أبو عبد الله اللي كان ليه اتصال معنا، أرجو أنه يتصل تاني بالبرنامج ويترك إن شاء الله رقم تليفونه، يعني يترك رقم تليفونه، جزا الله خيرا وربنا يشفي له ابنه يا رب ويعافيه يا رب. انت قلت حضرتك خلاص يعني رمضان، عارفه فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي، ولن نبرح رمضان حتى يعني يغفر الله لنا باذن الله يا رب. فاحنا يا جماعه السويعات، مش بقى بنتكلم بقى ساعات ايام، ده في الاخر سويعات بقيت على يعني انتهاء رمضان، وبعدين من بقى المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين. طب نعمل إيه بقى؟ نعمل كل حاجة، نبدأ بقى نتسابق إلى الخير، نلحق يعني لسه عندنا وقت إن احنا نلحق، حتى لو ما كناش عملنا حاجة مش مهم، نلحق في اللي جاي. فندم ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، خلاص قامت أهو الساعة، قامت وفي يد أحدكم فسيلة، يعني حاجة استطاع أن يغرس، خلاص قامت. فسيلة دي يعني حاجة صغيرة اللي هي البذرة اللي بتتحط في بيزرع الأرض. أو الفسيلة اللي هو بتاع اللي أنا بتاع الشجرة دي. طب هو ايه لازمتها ايه يعني؟ خلاص ما الساعه قامت ده بيقول اذا قامت، انت خلاص قامت الساعه وما فيش الا انت، طب انا هسيبها لمين؟ اعمل وهتتقلب الدنيا دلوقتي كلها وهي هتنتهي والدنيا انتهت، اغرسها برضه. واخده بال حضرتك هنا الحث على ولذلك احنا كتير من الناس يشغل نفسنا بايه؟ علامات الساعه الصغرى، علامات الساعه الكبرى. هو انت شاغل نفسك ده بليه يعني؟ طيب خلاص القيامه قايمه بكره، ايه هتعمل ايه؟ ما تعمل دلوقتي كانها هتقوم دلوقتي. يعني انت شاغل نفسك بعلامات ساعه ليه صغرى وعلامات ساعه كبرى، شاغل نفسك ليه؟
النبي ما قالناش علامات الساعه الصغرى الا للحث على الاجتهاد، اللي احنا نجتهد. طب وانا اجتهد يعني ايه؟ تجتهد في الطاعه، تجتهد في العباده، تجتهد في تعمير الارض، ومن ضمن تعمير الارض بناء المساجد، بناء المستشفيات، بناء دور العباده، حفر الابار، حفر الترع، كل ده كلها من هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها كما قال الله عز وجل. يعني طلب من الناس ان يعمروا الارض، مش انتوا قاعدين فيها؟ ابداوا عمروا الارض بقى، ما تخربوش الدنيا. طيب، طب هي العماره دي هتبدا بايه؟ هتبدا بالانسان، انا كانسان. طب الانسان ده المريض، ها؟ يبقى لازم اعالجه. طب وبعد ما اعالجه عشان اخليه قوي ما شاء الله ويقدر يقوم كده ويبدا يشتغل وينتج. طب الانسان الفقير اللي مش لاقي ياكل ومش لاقي، طب هيعمر ازاي ده؟ ده هيعمر ازاي؟ ما انا لازم اكفيه، اديله، اذا اعطيتم فاغنوا، عشان يبقى غني كده ويبقى معاه الفلوس، وبعدين نبدا ننطلق نحو الحياه ونبدا نعمر هذه الحياه. طيب عندي اماكن تانية ناس ما فيهاش مصانع، ما فيهاش ابار ميه، لسه الى الان في القرن 21 في ناس ما عندهاش لسه وصلهاش الميه، دي كذلك الامر، ده من باب تعمير الايه؟ تعمير الارض. فكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان كريما عليه الصلاه والسلام بهذه الصوره، في كل ذره من ذرات الحياه تجده عليه الصلاه والسلام، كنت تجديه صلى الله عليه وسلم منفقا، تجديه يعني حتى الحديث يقول اسرع من الريح المرسله في خيره. تعرف الرياح الشديده اللي بتبقى جايب الخير يعني مش بالشر، النبي كان اسرع عليه الصلاه والسلام، اللي هو كان يعطي دون ان هو مثلا يفكر طب ادي له قد ايه، لا لا، كان يعطي عليه الصلاه والسلام. يا جماعه اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه، من لا يخشى الفقر عليه الصلاه والسلام. وده حمل الصحابه الكرام رضي الله عنهم على أن يتصدقوا. ماذا أبقيت لأهلك أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. في النهاية أبقيته، وإحنا بنقولش الناس طلعوا كل المال، لكن إحنا بنقول للناس يا جماعة اعملوا ليكوا أنتوا، أنت في الآخر عملك ده صحيفة الحسنات، أنت حابب يكون فيها إيه؟ شايف فيها إيه يوم القيامة؟ لا أنا شايف اللي يكون فيها الشح والبخل، لا ما همش هنا يا حبيبي، هي الناحية التانية، بص بقى اقلب وشك الناحية التانية على الكفة الشمال دي، لكن أنا بتكلم على الكفة اليمين، أنت محتاج فيها إيه؟ أنا محتاج فيها اللي سيدنا عمر بن الخطاب لما قعد مع الصحابه قال لهم تمنوا، فواحد قال له بقى انا نفسي بقى تبقى يعني الدار دي مليانه بكنس كابي عبيده بن الجراح، وسيدنا عمر كان يحب ابو عبيده. واحد تاني يقول له انا محتاج بقى يعني ميل الارض دي ذهبا وانفقه بقى في سبيل الله. ايوه انت بقى تحب ايه؟ انا احب الكفه الحسنه دي فيها الجود، فيها الصدقات، عشان استظل بظلها يوم القيامه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. يلا اعمل دلوقتي، اشتغل دلوقتي، أنفق من مال الله الذي أتاك. على فكرة المال ده مش بتاعك يعني، ولذلك الله عز وجل يقول ومما رزقناهم، مين اللي رزقك؟ الله، ينفقون. هو المعنى ده مهم جدا، أنه الناس لازم تعرف أن ده مش فلوسك، دي فلوس ربنا، هي جاية لك بس برضو عشان أنت تراضي كل اللي حواليك وتديهم. هو الناس لو تفهم الفهم ده أنه هو يا جماعة أنا في النهاية ربنا الكريم استأمني على هذا المال، فتشوف بقى هو خصق دون بقية الناس أو بعض الناس، فاداك الفلوس بنشوف بقى هتعمل فيها إيه. فإن حفظت هذا المال وحافظت عليه، طب أنا حفظته بإيه؟ باللي أنت تعطي المال ده، تعطيه للفقراء وتعطيه للمستحقين، للمستحقين. عندي زكاة واجبة فأنا طلعت. طيب في حاجة اسمها صدق التطوع، في يا جماعة حاجة اسمها الإنسانية والرحمة بين الناس جميعا، بين البشر جميعا، أنت فين من كل ده؟ ولذلك أنا دايما أقول إيه؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام، وده موقف أنا عاوز أقول في غاية العجب، حاجة مهمة جدا لنا الموقف ده، لما نزلت النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت في بداية الدولة الإسلامية، الصحابة فقراء، فقراء يعني ما فيش فلوس، والمدينة بلد يعني قليلة جدا، ما هي ما في إلا التمر، ما فيش بقى زراعة، ما فيش صناعة، ما فيش مصانع، ما فيش ورش، ما فيش كل ده خالص. فالنبي جاب المال عشان يفرق عليه الصلاة والسلام، فيفرق على مين؟ أفرق على المسلمين الأول ولا افرق على اهل الكتاب معاهم؟ ما انا لو اديت ده واديت ده المال مش هيقضي، طب انا افرق على مين؟ العقل بيقول فرق على المسلمين. فاجتهد النبي ان هو يدي لمين؟ للمسلمين. فنزلت الايه، نزلت الايه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم. لا انت طلع، وده على فكره ورد في تفسير هذه الايه. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام أهل الكتاب ثم أعطاهم الصدقة صلى الله عليه وآله وسلم. أنا محتاج ده، أنا محتاج إن أنا أكون جواد، أكون كريم، أكون متصدق، أكون منفق. اللهم أعطي كل ممسك تلفا، مش عاوزها دي،
لكن محتاج اللهم أعطي كل منفق إيه خلفه. دايما قبل ما نبدا نذيع تقرير في فقره الخير ومبادره فاستبقوا الخيرات بنفتكر حاله التسابق اللي كان بيبقى فيها المسلمين لما النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم الدعم او التبرع او الصدقه، زي القصه اللي حضرتك حكيتها دلوقتي يا شيخ احمد بتاعه النبي لما طلب من الصحابه ان هم يتصدقوا وسيدنا عمر جه وادى نص المال وسيدنا ابو بكر اداله المال كله وسيدنا ابو بكر اداله المال كله وقال ايه؟ ماذا ابقيت لاهلك ابا بكر؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. وسيدنا عمر قال له نصف المال، فلما سيدنا عمر شاف سيدنا ابو بكر جاب المال كله كده قال له يعني ما سبقتك في شيء الا سبقتني الي ابا بكر. ومش بقى الصديق بس، ده كان كمان سيدنا ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه، كان ده من اكبر تجار المسلمين ومع ذلك كان ينفق المال كله في سبيل الله. سبحان الله، يعني زي ما حضرتك دلوقتي بتقول تخيلوا يعني ان سيدنا ابو بكر يجمع فلوسه كلها او ان حتى سيدنا عمر يجمع نص فلوسه، يعني حاجه طبعا حاجه قويه جدا. ولذلك سيدنا ابو بكر عاوز اقول لك انفق ماله كله مرتين في سبيل الله. طب انا هقول لك موقف ثاني عن سيدنا ابو عبيده بن الجراح. احنا معانا تقرير؟ طيب احنا معانا التقرير، احنا ممكن ناخد التقرير ونرجع نحكي القصه بعد ما نشوف تقرير حلقه النهارده. أنا الغريب عبد السلام ومتجوزة وقاعدة في البركة بجوار الجمعية وظروفي على قديها وبيت واقع ومفيش ولا دخل مدي ولا أي حاجة، ولا معاش ولا قبض ولا أي حاجة، ولا شغلانة ثابتة على باب الله، وبيت واقع ومعايا عيل واحد وجوزي أرزقني. لما النطرة زادت البيت كله وقع وكل حاجتي اتدمرت، يعني الغساله اتحرقت اللي كانت عندي الصغيره، الثلاجه اللي كانت عندي اتحرقت، مفيش حاجه عندي، والتلفزيون كان محروق، يعني مفيش حاجه عندي كان سليمه، كله باظ واتدمر. اي حد بيدينا وجبه بيدينا حاجه حسنه، عايشين كده، عايشين بالطريقه دي ومفيش شغل ولا اي حاجه، والدنيا نايمه. وانا جوزي عامل حادثه، انا جوزي كان عامل حادثه في النفق وكان بياخد علاج، ولما لقينا العلاج غالي وقفناه، عنده شرخ في الجمجمة، يعني مفيش أي حاجة، طالبة مساعدة، حد يجي يعمل لي بيته ده يبنيهولي يساعدني بأي حاجة. دلوقتي بخاف على ابني لان بطلع بره بملى وبعمل كل حاجه، باخده معايا في اي حته، ولو دخل نام بردك بدخله واقعد جنبه لحد ما ينام، بالليل باخده معايا واقعد بيه بره في الشارع. وكنا الاول كنا قاعدين بره في الشارع وبننام عند جارتنا، بخاف لا البيت يقع عليه لان البيت مسنود بعرق، ولو وقع العرق يبقى انا كده ابني راح مني. شفنا طبعا التقرير والحاله ازاي اللي فيه، وطبعا ارقام تليفونات الجمعيه ومبادره فاستبقوا الخيرات على الشاشه علشان لو اي حد حابب ان هو يتواصل علشان يساعد في الحاله اللي شفناها دي او في اي حاله من اللي عرضناهم في البرنامج. الشيخ احمد كنا بنتكلم على فكره الخير والتنافس في الخير واستبقوا الخيرات، واتكلمنا عن سيدنا ابو عبيده وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، وحضرتك قلت لنا هتحكي لنا قصه عن المسارعه والتنافس في الخير. سيدنا عبد الرحمن بن عوف، انا قلت ابو عبيده كمان، لا ده سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان تاجر شاطر جدا وماهر قوي قوي قوي، لدرجه ان جات له التجاره في يوم من الايام بتقدر ب 100,000. فراح جايب كده البتاع وراح قاعد كده، والمدينه بقى حاله فقر، ما انا بقى مش هاخد المال لوحدي، يعني ما هو في اخويا اللي جنبي ده هبدأ بيه، واخويا ده هبدأ بيه،
وهنا بيتكلم، انا لما اتكلم انا اتكلم من منطلق الدين مش من منطلق هوى والله العظيم، يعني انا اتكلم من منطلق دين، اللي هو في النهايه جاري ده المسلم وجاري ده المسيحي وجاري اللي هناك ده اليهودي، ده اللي هو انت عارفه ده اللي هو الانسان اللي هو كالنهايه كانسان. أيوة. فانا اعطي. فسيدنا سيدنا عبد الرحمن بن عوف جاب مراته وحطها كده وده وقال لها تعالي بقى يلا نكتب بقى الاسماء، فعجبوا كشف بقى الاسماء الفقراء المدينه بقى المسلمين وغير المسلمين، روح يودي لده ودي لده ودي للبيت ده ودي للبيت ده ودي للبيت ده، لغايه اما صحي الفجر وتهدوا يا عيني من وبايو كده وايه والخادم وكله عمال يودي وشغالين. فاللحمة تجيبي بقى اما ناكل بقى احنا نسينا ناكل. قالت له والله ما عندنا مال. وزعوا الفلوس كلها وما سابوش حتى اكل لنفسه. طب ما قلتيش ليه كنا يعني شلنا درهم درامين يعني نعمل حاجه يعني. يلا خلاص لعل الله عز وجل ينفق علينا ايه خير. وكان هذا سبحان الله ده شعاره مع ربنا، ومع ذلك كان ربنا الكريم سبحانه تبارك وتعالى ينفق عليه اكثر. سبحان الله يعني كل دول كل ما يطلعوا فلوسهم يرجعوا يدينوا تاني يزود لهم سبحان ويطلعوا تاني ويجي لهم فلوس تاني. ما أعطي سبحان كل الله، ما هو بقى عمل مع ربنا الله واليقين هو طبعا. عمل ده وعنده يقين فما حبش يقطع العلاقه دي اللي هي بالطريقه دي بينه. بيقول انا يعني طلعت الخير فعودني الله عز وجل افضل من هذا الخير. فانا مش عاوز اقطع العاده بيني وبين الرب دي عشان ربنا لا يقطع عادته. سيدنا الليث بن سعد، انت تعرفي ان الخراج بتاع الليث بن سعد، الليث بن سعد ده امام اهل مصر، والليث بن سعد كان فقيها عالما كبيرا جدا لدرجه انه كان تاجر، فكان بقى بيطلع وكان ينفق على اسر كتيره جدا. لما نقرا في سيره الليث عارفه كان الخراج بتاعه قد ايه؟ 100,000 دينار. احنا قلنا الدينار 4 جرامات وربع من الذهب الخالص. 425,000 جرام. انت متخيل الله يعني رقم مش عارفين نعده ده. واخد بالك ده كل سنه دي الزكاه يعني؟ لا عارفه يقول ايه ده ماله. ماله. يبقى ده عليه زكاه قد ايه؟ كتير صح؟ كتير جدا. عارفه يقول ايه؟ وما وجبت علي زكاه مال قط. ما بتقعدش الفلوس بيفضل يطلع يبلغ النصاب لكن لا يحول عليه الحول. كله ده بيعمل ايه؟ يطلع للفقراء والمساكين. تحفه روعه طبعا. ده الليث بن سعد رضي الله عنه. فاحنا بقى نقول زي ما الحسن البصري، من نافسك في دينك فنافسه. طب والدنيا القيها في نحر، قول له اشبع بيها بقى. لكن احنا محتاجين اللي منافسه في دين الله رب العالمين. يا رب نكون زي الناس دي على ضربهم. ولذلك اقول هؤلاء ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع، حدثتني عنهم يا سعد فزدتني بهم غراما بل وهياما فزدني من حديثك يا سعد. طب قولي الله. طيب جميل قلت جميل. طيب واحنا فاحنا مش عاوزين نسيب الاسر دي بالحال ده، احنا مش عاوزين ده، احنا محتاجين ويكون يا ريت بعد رمضان يبقى فيه ناس متطوعين وينزلوا ويشوفوا واللي يقول والله انا محتاج هتبرع بألف طوبه، وايد على ايد بتساعد طبعا، ايد على ايد بتساعد وطوبه على طوبه نبنيها ان شاء الله. كل واحد طبعا على قد ما قدرته، اللي يقدر يساهم بحاجه بسيطه بحاجه كبيره، اللي يقدر يشيل حاله كامله لا نكلف نفسا الا وسعها كما قال الله عز وجل. طبعا وربنا يتقبل من الكل. وزي ما قلنا انه ارقام التواصل الجمعيه والمبادره فاستبقوا الخيرات موجودين على الشاشه عشان لو اي حد حابب ان هو يشيل الحاله او يساعد فيها يتواصل مع الجمعيه. شيخ احمد خلاص حلقتنا بتخلص، فعايزين كلمه اخيره من حضرتك في نهايه الحلقه عن الانفاق. اولا يعني كلمه اخيره هو كلمه يا جماعه يعني تعاملوا مع الله تبارك وتعالى كما عودكم ربنا تبارك وتعالى. فالله عز وجل ما عود البشريه الا خيرا، والله عز وجل ما انعم على هذه البشريه، لان الله عز وجل لو عامل الناس بالعدل لهلكنا، لكن الله عز وجل عاملنا دائما بالفضل. الخير اللي احنا هنعمله ده هيبقى يعني والله هيبقى لينا في اجسادنا وفي اولادنا وفي بيوتنا وفي مالنا، فلا نبخل بمال الله تبارك وتعالى الذي اعطانا اياه على الله رب العالمين. فما قدر جنيه تعطيه او ما علمت ان الله يربيه فيراه صاحبه يوم القيامه كجبل احد، افيرغب عن مثل هذا الخير احد؟ لا والله. لا ربنا يتقبل من الجميع. وشكرا لك يا شيخ احمد، وشكرا لكل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. كل ما تضيق علينا